تعرف على جبهة البوليزاريو. هي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، تعرف اختصارا بالإسبانية بالبوليزاريو، وهي حركة سعت منذ أواسط السبعينيات لاستقلال الصحراء الغربية وتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. تأسست في 10 من مايو سنة 1973 بمبادرة من شباب من أصول صحراوية كانوا يتابعون دراستهم في جامعة محمد الخامس بعاصمة المغرب الرباط، أبرزهم الولي مصطفى السيد ومحمد عبد العزيز وولد الشيخ بيض الله. كانوا يتبنون الفكر اليساري الاشتراكي. لقيت دعما غير محدود من نظام العقيد معمر القذافي الزعيم الليبي السابق، واحتضانا من الجزائر التي سمحت لها بإقامة مخيماتها في ولاية تندوف جنوبا. اختلفت الروايات بشأن أسباب النشأة، فهناك من أرجعها إلى قمع سلطات الاحتلال الإسباني لمظاهرات جماهيرية في منتصف جوان 1970 فيما عرف بانتفاضة حي الزملة بمدينة العيون، وهي المظاهرات التي دعت لها المنظمة الطليعية لتحرير الصحراء فقمعتها إسبانيا واعتقلت جل قياداتها. هناك من يرجع النشأة إلى اللحظة التي قمعت فيها السلطات المغربية بقسوة مظاهرة مجموعة من الطلبة في أزقة طنطان التي كانت تابعة إداريا لعمالة طرفايا سنة 1972 على هامش احتفالات بموسم المدينة. بدأ النشاط العسكري للبوليزاريو إبان الاستعمار الفرنسي في 20 من مايو 1973 في الهجوم على الحامية الإسبانية بموضع الخنقة، ونالت دعما عسكريا وماديا كبيرا من ليبيا منذ سنة 1973 ولم تتخلى عنها إلا عام 1984، كما دعمتها الجزائر منذ سنة 1975 وانتشرت معسكرات تدريب الصحراويين في الدولتين إبان السبعينيات. تولى الولي مصطفى السيد الرقيبي رئاسة البوليزاريو لمدة 3 سنوات منذ تأسيسها سنة 1973 وحتى مقتله في 9 من جوان 1976 خلال هجوم على العاصمة الموريتانية نواكشوط. خلفه محمد عبد العزيز أمينا عاما للجبهة ورئيسا لمجلس قيادة الثورة من أوت 1976 وحتى وفاته في 31 مايو 2016. وقعت مع موريتانيا في الجزائر يوم 5 أوت 1979 اتفاقية تخلت بموجبها نواكشوط عن إقليم وادي الذهب الصحراوي بعد معارك عسكرية وحصول انقلاب عسكري على الرئيس الموريتاني حينها المختار ولدادة. خاضت الجبهة منذ سنة 1976 حروبا ضد المغرب الذي بنى سنة 1980 حائطا حول ما عرف بالمثلث المفيد أسمارة العيون بوجدور لوقاية هذه المناطق الصحراوية الغنية بالفوسفات وحمايتها من هجمات البوليزاريو. توقفت الحرب بين الجبهة والمغرب سنة 1991 عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة مع التوجه للبحث عن حلول سياسية للنزاع. لقيت الجبهة دعما من الحكومة الجزائرية خاصة على المستوى الدبلوماسي والسعي لدى عدد من دول العالم للاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية، بشكل جعل منظمة الوحدة الإفريقية تعترف رسميا بالحكومة الصحراوية عضوا فيها سنة 1984، وقد رد المغرب على ذلك بالانسحاب من المنظمة في العام نفسه. طرحت الأمم المتحدة عدة حلول في إطار جهودها لتسوية النزاع بين المغرب والبوليزاريو، لكن أي منها لم يلقى موافقة من الطرفين. فحل الاستفتاء المطروح منذ الثمانينيات يؤول لأحد خيارين، إما الانضمام للمغرب وهو ما ترفضه الجبهة جملة وتفصيلا، أو الانفصال عنه وتكوين دولة الصحراء الغربية المستقلة وهو ما يرفضه المغرب ويعتبره انتقاصا من سيادته وخرقا لها. ورغم ذلك قامت الأمم المتحدة بالترتيبات الكاملة لتنظيم عملية الاستفتاء في الصحراء الغربية، لكن العملية تعطلت بسبب عدم الاتفاق على من يحق له المشاركة في الاستفتاء. وقد قدم ممثل الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية جيمس بيكر خيار الحل الثالث القائم على منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا واسعا تحت الإدارة المغربية، الأمر الذي وافق عليه المغرب ورفضته الجبهة وتضامنت معها الجزائر.
في سنة 2002 طرح كوفي عنان خيار التقسيم حلا رابعا على أن يكون للمغرب الثلثان وللبوليزاريو الثلث، وهو الحل الذي رحبت به الجزائر ورفضه المغرب رفضا قاطعا، واتهم الجزائر بأن قبولها للمقترح يكشف عن أطماع إقليمية لديها. تعاقب أكثر من شخص على منصب ممثل الأمين العام الخاص بقضية الصحراء الغربية دون الوصول لحل سياسي متوافق عليه، وفشلت مفاوضات مانهاست التي انطلقت أولى جولاتها بمشاركة وفدين من الجزائر وموريتانيا بتاريخ 18 جوان 2007 بضواحي نيويورك لحل حالة النزاع. رفضت البوليزاريو مقترح المغرب الذي قدمه بتاريخ 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويتعلق بمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية مع الاحتفاظ برموز السيادة من قبيل العلم والسياسة الخارجية والعملة وغيرها. تحدث عدد من وسائل الإعلام عن وجود انشقاق داخل البوليزاريو وظهور تيار عام 2010 يطلق على نفسه اسم خط الشهيد يطالب بالدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب. كما ظهر بمخيمات تندوف ما يسمى حركة شباب التغيير تتهم قيادة الجبهة بالفساد وتطالب بتحسين حال اللاجئين الصحراويين وبرحيل الوجوه القديمة وإدخال عناصر شابة إلى قيادة الجبهة.